السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. معكم أخوكم محمد من قناة تكنولوجي دوت إيجي. طبعا أحب أشكركم على الدعم الرهيب اللي حصل في الفيديوهات الأخيرة والتعليقات واللايكات والفلوس اللي حصل على الفيديوهات الأخيرة اللي على القناة، وبجد مش عارف أشكركم إزاي. الحمد لله على المحتوى اللي بنقدمه، وحلقة النهاردة حلقة مميزة جدا وحلقة صرناها فترة كبيرة جدا لكل عشاق لعبة بيس 2013، اللعبة المشهورة والمحبوبة جدا في وسط الناس واللي ليها شعبية عالية جدا. كتير من الناس بتسأل على باتشات بيس 2013 وباتشات تريحنا، واحنا خاصة كعرب وكمصريين دايما بنحب الباتشات الموجود فيها البطولات العربية والدوري المصري والدوري التونسي. النهاردة معانا باتش جميل جدا من فريق صناع باتش، ناس رائعين جدا. فريق صناع الباتش النهاردة هم عرب باتش، ودول كانوا عاملين باتش دي 1 إصدار أول، وده كان في الدوري التونسي والدوري السعودي، والمرة دي عملوا باتش إصدار ثاني. والباتش ده يا شباب مليان مميزات وحاجات كتيرة جدا، وهنستعرضها مع بعض. باتش مميز جدا يا شباب، باتش هيحاول يتابع معاك من بيس 2013 إلى بيس 2020، باتش في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري المصري الدرجة الأولى والدوري المصري الدرجة الثانية، اللي هم الفرق اللي الصاعدة بالنسبة للناس اللي هتلعب ماستر ليج. كمان الماتش يا شباب في البطولة العربية وضم الترجي والنجم الساحلي والهلال والأهلي والعين وفرق كتير عربية يا شباب. كمان شباب الماتش ضم فرق كلاسيكيات زي كلاسيك الأهلي وكلاسيك الزمالك وكلاسيك منتخب مصر وكلاسيك مانشستر وكلاسيك برشلونة وكلاسيك ريال مدريد. كمان يا شباب الباتش هيحدث اللعبه معاك الى احدث الانتقالات زي انتقال ابراهيموفيتش الى ايس ميلان، وكمان انتقال لوكاكو الى فريق انتر ميلان. وكمان يا شباب لو التفاعل ان شاء الله هعمل لكم احدث الانتقالات من اخر الانتقالات اوبشن فايل هسيبه لكم كده اللي حابينه مع بعض. باتش شباب مهم جدا، باتش مميز، باتش فيه سيلكتور وباتش فيه وباتش ان شاء الله سوبر باتش يعني مهتمين بيه، وهيتفق معانا عشان يصلحوا الاخطاء ويعدلوا العيوب اللي بتظهر في الباتش. كل اللي عليك يا شباب انك تروح على الصفحه دي، وهسيب لكم لينك الصفحه في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي انت بتشاهدني منه ده. هتلاقي هنا الصوره للباتش، وهنا معلومات عن الباتش، عن المميزات والاضافات اللي شفناها كلها في الجيم بلاي اللي كان موجود من شويه. هننزل تحت هنا هنلاقي الصور هنا للباتش، طبعا باتش خرافي جدا، باتش خيال. هنيجي طبعا للملاحظات المهمه اللي بنقولها في كل حلقه باتشات. طبعا الملاحظه الاولى اللي بنقولها في كل مره انك لو بتواجه مشكله من مشاكل تشغيل الالعاب واحتياطي برضو، انصحكم بزياره التدمينه دي عشان ما تواجهوش اي مشاكل في تشغيل الالعاب. كل اللي عليك انك تدوس على حل مشاكل جميع العاب البيس والفيفا، بعد كده هيفتح معاك مدونه من خلالها هتقوم بتحميل برنامج، من خلاله هيقوم بتحميل مجموعه كبيره من برامج اللي بتحتاجها العاب البيس والفيفا زي الدايركت اكس والنت فروم ورك والمايكروسوفت سي بلس بلس، وكل ده بضغطه واحده. نرجع بقى للملاحظه الثانيه يا شباب، وهو ان لازم تكون اللعبه خاليه من الباتشات وتكون لسه جديده وما عليهاش اي باتشات. الملاحظه الثالثه يا شباب، وهو ان الباتش مقسم على خمس اجزاء وحجم الخمس اجزاء يعني تقريبا 5 جيجا. الملاحظه الاخيره يا شباب انك لو عايز تحمل لعبه بيس 2013 كامله وخاليه من الباتشات هتلاقيها اسفل التدوينه. كل اللي عليك انك هتنزل تحت خالص، تنزل هنا ان لم تكن عندك اللعبه وترغب في تحملها، هتدوس على صوره بيس 2013 وهيفتح معاك تدوين تحميل اللعبه. نيجي بقى يا شباب للجزء المهم في حلقتنا دلوقتي، وهو ازاي تحمل الاجزاء. ادي دلوقتي موجود قدامك 1 2 3 4 5 5 اجزاء، وهنا الباسورد فك الضغط، وده مهم جدا يا شباب عشان الملفات دي مضغوطه، ولما تيجي تفك عليها الضغط هنشوف ان احنا هنحتاج الباسورد. هتيجي كده على طبعا طريقه التحميل واحده يا شباب، بنيجي مثلا على البارت 1 ده وكده وهندوس عليه. افتح معاك موقع شرط فيلي زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي بليز ديسيبل اد بلوك تو بروسيد تو ذا ديستنيشن بيج، يعني بيقول لي من فضلك اغلق حاجب الاعلانات او منع الاعلانات، اداه منع الاعلانات الاد بلوك اللي احنا ثبتناها عندنا. طبعا دي اداه بتحجب الاعلانات بنسبه كبيره جدا، مفيش اعلان بيقابلك، بس طبعا بعض المواقع زي المواقع الربحيه اللي زي كده طبعا ما بتقبلهاش عشان ما بتخليهاش تعرض اعلاناتها. فطبعا هو بيطلب مني دلوقتي ان انا اعطلها، فهندوس هنا عليها وبعد كده ندوس نقفلها وندوس نعمل ريفرش للصفحه.
زي ما انتم شايفين طبعا الاعلانات ظهرت تاني من اول وجديد. طبعا مع كل دوسه هندوسها هيظهر لنا اعلان، بس هنعمل ايه؟ مضطرين عشان الموقع مختصر الرابط عليه. هندوس هنا على المربع ده، هنعلم علامه صح، بعد كده هندوس على كليك هير تو كونتينيو، هننتظر هنا 20 ثانيه، بعد كده هتدوس على جيت لينك. بس زي ما انتم شايفين يا شباب دخلنا على موقع جيت سي ار ال، موقع اختصار الروابط المعروف. هنيجي معلمين علامه صح في المربع ده، بعد كده هندوس على ارسال استعلام او سبميت، بعد كده هندوس على سكيب اد. زي ما انتم شايفين يا شباب بدا معايا التحميل مباشره على طول، اسهل طريق التحميل يا شباب. كل عليك انك هتبدا التحميل، وبعد ما تحمل الجزء الاول هتحمل الثاني والثالث والرابع والخامس وكلهم بنفس الطريقه. ولو واجهتكم اي مشكله في طريقه التحميل فتقدروا تكلمونا على صفحتنا على الفيسبوك، وانا ان شاء الله هحاول ارد عليكم باسرع وقت. بعد ما تحمل دول ما تنساش كمان تحمل باسورد فك الضغط، طبعا هتدوس على الصوره دي. افتح معاك موقع جيت سي ار ال زي ما انتم شايفين، هتعلم علامه الصح في المربع ده، طبعا طريقه التحميل واحده والتخطي واحده. بعد كده هتدوس رساله استعلام، بعد كده هتدوس على سكيب اد. زي ما انتم شايفين فتح معانا موقع فايل ابلود، كل عليك انك هتحمل وطريقه التحميل معروفه. هتدوس على تحميل مجاني وتحمل كلمة السر اللي هنفك بيها ضغط الملفات. بس يا شباب بعد ما نحمل الخمس ملفات وكلمة السر فك الضغط، هنيجي كده بقى يلا بينا كده على بركة الله نثبت الباتش. بعد ما تحمل الخمس اجزاء يا شباب هينزلوا معاك بالشكل ده. تيجي كده تفك الضغط من عليها، تيجي كده على اي ملف تدوس عليه كليك يمين، بعد كده تدوس على اكسترا كتير او استراج. هنا هيطلب منك كلمة السر، بعد هتلاقوني رافق لكم كلمة السر في المدونة، هتحملها وبعد كده تفتحها، بعد كده هتيجي واخد الكلمة دي كده كوبي بس بعد يا شباب بدون أي زيادة، وتخلي بالك إنك تنقل الكلمة حرفيًا، بعد كده تفتح وتعمل لها بيست، بعد كده تدوس على أوكي، هيبتدي يفك الضغط معاكوا زي ما أنتم شايفين، بعد كده هتسيبه يخلص فك الضغط خالص براحته، وهرجع لكم لما يخلص فك الضغط. بعد ما يخلص فك الضغط يا شباب هينزل لكم ملف بالشكل ده، تيجي كده دبل كليك عليه تفتحه، بعد كده هيظهر معاك قدامك ثلاث ملفات. أول ملف ده هو ملف الـ 4K جرافيكس، وتاني ملف هو الاوبشن فايل، وتالت ملف ده هو ملف الباتش. اللي يهمنا طبعا هو ملف الباتش، هتيجي كده دبل كليك عليه تفتحه وتاخد كل اللي فيه كده كات او كوبي، بعد كده تروح الى فايل اللعبه وملف اللعبه وتعمل له بيست. بس ملاحظه مهمه جدا يا شباب، لازم تكون اللعبه خاليه من الباتشات، اكنك لسه مسطبها من اول وجديد. وبالنسبه للناس اللي عايزه تحمل اللعبه فهتلاقوها موجوده على المدونه، هتيجي هنا كده يا شباب وتعمل له بيست وتوافق على الاستبدال. كده يا شباب نكون احنا الباتش، ونيجي بقى ايه هنا لتثبيت النظام بتاعك. شوف انت النظام بتاعك 32 بت ولا 64 بت، هتعرفها ازاي؟ هتيجي كده على هنا الكمبيوتر او ديس بي سي وتدوس عليه كليك يمين، بعد كده تختار بروبرتيز او خصائص. زي ما انتم شايفين هنا عندي يا شباب هنا نظامي 64 بت، هتيجي كده هنا على اللعبه، يبقى انا هثبت نظام ال 64 بت، هاجي كده دبل كليك عليه وهدوس على يس، بعد كده هدوس على اوك، بعد كده هفتح اداه السلكتور باتش. يا شباب ملاحظه مهمه جدا يا شباب، تابعوا معايا الخطوات دي لان هنا خطوات تثبيت الباتش وتثبيته بصوره احسن. هنيجي هنا في اول خطوه هنا الميني، اول خطوه هنا هي قائمه الميني دي، وهنسطب من هنا الاوبشن فايل على اوبشن فايل ستوب. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك ستوب سكسسفلي، هتدوس على اوكي. تاني حاجه هنا مهمه جدا يا شباب خطوه الجيم سيتنج، وهنا عليك انك لو انت كنت مثبت اللعبه قبل كده وبتلعبها فهتلاقي طبعا حصل اختلاف في الريزولوشن والدرعات، وهتلاقي حاجات اختلفت فحاول تظبطها من اول وجديد. تاني حاجه يا شباب هنا قائمه المنيو جيم، تمام هتدوس هنا. هو طبعا ممكن ما تظهرش معاك زي ما الظاهر عندي، وده طبعا بسبب مشاكل في برنامج النت فروم ورك عندي، فكل اللي عليك انك هتدوس وتقلب بالبكره وتختار القائمه اللي انت عايزها. خليني مثلا هختار القائمه دي اللي فيها هازارد وهدوس على اوك، قائمه 2020. بعد كده السكور بورد، وبرده بنفس الطريقه هتدوس وتقلب بالبكره. زي ما انتم شايفين هنا في سكور بورد بين سبورت، والدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري الاسباني والايطالي. انا مثلا هختار الدوري. تالت خطوه يا شباب هو التراننج كيتس او لبس التدريب، فمثلا الناس اللي بتلعب الماستر ليج فانا مثلا هختار اللبس ده. رابع خطوه يا شباب هنا خطوه الاد بورد او الاعلانات، فمثلا على سبيل المثال انا هختار هنا اعلانات الدوري المصري. الخامس خطوه يا شباب اخر خطوه هي خطوه الستارت سكرين، وطبعا هنختار هنا اي عندك ستارت سكرين كتيره جدا وكلها مميزه، فانا هختار الستارت سكرين دي او الصوره دي وهدوس على ابلاي. ملاحظه يا شباب كل حاجه بتدوس على ابلاي. بس كده يا شباب تعالوا كده نجرب اللعبه على بركه الله.
وكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد هنقدمه ان شاء الله. ان شاء الله يا شباب الحلقات الجايه هتكون عن باتشات لجميع الالعاب ان شاء الله. ولو واجهتك مشكله في حلقه النهارده سواء في التحميل او الباتش او في اي حاجه تقدر تكلمنا على رسائل الصفحه صفحتنا على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي بتشاهد منه ده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.